السلام عليكم. هناخد الدرس الثالث الجزء الاول. خلي بالكو ان الدروس في سنة خمسة كناكت خمسة الدرس منقسم لجزئين، فكده يعني اكن اليونتس مضاعفة. ده الدرس الثالث في الوحدة الاولى بارت اي، اول جزء. اول جزء منقسم ل شوية قصص كده، ده كده اول جزء، وبعدين تقديم الاقتراح، وبعدين الاسماء المعدودة واللا معدودة التي تعد والتي لا تعد، ده كده اول جزء. وسام واني هنستخدمهم في الجملة، وبعدين تمارين. تاني جزء بقى حاجة تانية، بس انا عايزة اقول لكم اول جزء، وانا طبعا مش هعمل كل ده في فيديو عشان وقت الفيديو. فاحنا هنقرأ الدرس ونترجمه، اللي هو my shopping list، قائمة المشتريات، القايمة اللي احنا بناخدها معانا الماركت لما نعمل شوبينج. هنا ناريتور 1 الراوي الاولاني او القصة الاولانية، وفي ناريتور 2، ناريتور 3، وفي كمان 4. هنشوف اول حاجة الراوي الاولاني ناريتور 1 هيقول ايه وهيتكلم عن ايه والابطال ايه. طبعا مفيش كلمات عن الدرس، فاحنا هنطلع الكلمات مع بعض هنا، هو مترجمها مره واحده بس احنا هنترجم. ماركت تريدر اللي هو بائع السوق، الراجل الواقف اللي في السوق ده هيقول lovely tomatoes، lovely tomatoes، جميله القوطه، بينادي على الجميله وبيقول القوطه طماطم، يعني بيقول طماطم جميله، زي الراجل اللي بيجي تحت البيت وبيقول جميلة يا قوطة، مجنونة يا قوطة، الحاجات دي lovely tomatoes. come and buy، تعالى واشتري، هو بيعرض القوطة بتاعته، الطماطم بتاعته. طيب what about buying some lovely red tomatoes، انا بقرأ معاكم بالراحة. how about لما نحب نقول ماذا عن، وده هناخده في الفيديو التاني، اللي هي how about what about في تقديم الاقتراح، بتقول له بيقول ماذا عن شراء، الراجل بيقول ماذا عن شراء بعض الطماطم الحمراء الجميلة، ايه رأيكم يعني تشتروا شوية طماطم حمراء جميلة. يبقى هنقول تاني lovely tomatoes come and buy، how about buying some lovely red tomatoes، طماطم جميلة تعالى واشتري، ايه رأيك تشتري شوية طماطم حمرة جميلة. عمو ده اللي بيقول. طيب ودي ماما، والولد ده اسمه ايه، اسمه ابراهيم. بعد كده ماما هتقول mom oh I think we need some tomatoes، يا خبر اعتقد ان احنا محتاجين بقى ايه شوية طماطم كده، بعض الطماطم. How much are they؟ كم سعرها يا عم؟ تقول له كم سعرها بقى؟ Market trader بائع السوق هيقول they are a good price، والله يا مدام سعرها حلو قوي. They are only 3 pounds for 1 kilogram، ده 3 كيلو 3 pounds، ده الكيلو ب 3 جنيه، الكيلو عامل 3 جنيه وترخيص قوي الحقيقة. مام قالت له اوك we will have a kilogram please، حسنا تمام سعرها كويس، انا هاخد كيلو بس من فضلك please، دايما الاجانب كده بيحترموا بعض في التعامل، كل please من فضلك. فماركت تريدر هيقول لها how about buying some carrots too، طب ايه رأيك يا مدام بقى تاخدي شوية جزر كده وتنفعينا كمان. فماما هتقول له no thank you، لا شكرا مش عايزة. ابراهيم هيقول مام، ابنها بقى مام، ماما please can we have a pineapple، ممكن يا ماما اخد اناناسة. ابراهيم ماسك الاناناسة، هو قلب ماما عايز واحدة ممكن. فماما قالت له yes ابراهيم، طبعا يا ابراهيم let's buy a nice juicy pineapple، يلا يا حبيبي نشتري اناناس يعني طري كده ومليان عصير جميل. وبعد كده ماركت تريدر بائع السوق بيقول there you go تفضلوا، زي here you are كده تفضل، فهنا there you go تفضلوا. That will be 20 pounds in total،
بليز يعني كل يا مدام كده عامل 20 جنيه من فضلك، هاتي بقى 20 جنيه. دي كده اول قصة معانا، ويعني الدرس قصده ان احنا لما نروح نشتري حاجة ازاي نطلب وازاي نرد يعني. طيب بعد كده narrator number one number two، او الراوي التاني او القصة التانية بين ندى و grand mom، بين ندى وجدتها. ندى: I really like coming to your house grandma. انا I really، انا حقا بحب ان انا اجي لبيتك يا جدتي. grandma جدتها بقى الجد قالت: I like it when you visit me ندى، وانا كمان بحبك تجيلي يا حبيبتي. ندى هتقول: We haven't got a mango tree in our garden at home. احنا ما عندناش يا تيتا شجرة مانجا في حديقة بيتنا. We have got a lemon tree، عندنا شجرة ليمون. ندى اللي بتقول. grandma جدة هتقول: I know، يا حبيبتي انا عارف. I'm lucky to have one، يعني انا محظوظة عشان عندي شجرة مانجا. Would you like to have a mango now؟ Would you like بمعنى لما انا اعرض عرض على حد اقوله Would you like to كذا، هل تحب كذا او هل ترغب في كذا. Would you like، هل تحبي او هل ترغبي to have، انك تملكي او تحصلي a mango now، عايزة مانجا دلوقتي حبيبتي. فندى قالت لها: Yes please، يا تيتا please، عايزة واحدة. I would also like to have your mango. ندى بقى بتقول لها: أنا كمان أرغب، I would also، أنا كمان عايزة. I like to have your mango and coconut مهلبية later، وأنا كمان عايزة المهلبية بالمانجا وجوز الهند اللي انت بتعمليها. Have you got any coconut؟ تيتا عندك اي جوز هند موجود عندك؟ فجراما قالت لها: Yes I put، اشتريت، ده الماضي من باي، الاصل بتاعه باي، يشتري باي كده. I put some in the market this morning، يعني انا اشتريت بعض منه من السوق this morning، هذا الصباح. بعد كده تعالوا ناخد الـ narrator number 3، الراوي التالت بين mom 2 وأشرف. يعني ايه هنا mom 2؟ يعني دي أم تانية غير مامة إبراهيم، عشان دي الأم الأولانية، فدي قصة تانية بأم تانية، والولد اسمه أشرف. mom الأم بقى هتتكلم، هتقول ايه: أشرف will you come to the market with me؟ ممكن يا أشرف يعني هتيجي أو بتقول له هل ستأتي معايا للسوق؟ فأشرف هيقول لها: Yes of course، طبعا يا ماما. What do we need to buy؟ إحنا عايزين نشتري إيه؟ إحنا محتاجين نشتري إيه؟ فماما قالت له: We need to buy bread and rice، إحنا محتاجين أو نحتاج أن نشتري الخبز والرز. What would you like for lunch on Saturday؟ يا حبيبي انت تحب تتناول ايه على الغدا يوم السبت؟ Uncle فيصل is coming، العم فيصل او عمه فيصل جاي. فأشرف قال لها: Oh I would like كشري please، it's my favorite، انا ارغب او اود او احب كشري لو سمحت يا ماما، انه المفضل بالنسبة لي. فماما قالت له: Okay Are there any onions in the fridge؟ عندنا يعني هل يوجد أي بصل أو في التلاجة؟ فقال لها: No there aren't، لا مش موجود. So we need to buy bread، يعني بمعنى إذن إحنا هنحتاج، أو لذلك إحنا هنحتاج to buy bread، نشتري bread، rice، rose and onions، we بصل. دي كده القصة نمبر 3. بعد كده القصة نمبر 4 بين داد وأمل. داد بيقول: Okay what do we need to get؟
أمل. هو احنا محتاجين نشتري ايه يا أمل؟